إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، في المكتو مرحبا بكم معنا في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا من المستقبل منطقة سيدي معروف. قصة اللي معنا اليوم قصة كتألم، قصة كتبكي، قصة اللي أكيد غتهز ذوي القلوب الرحيمة. قصة اللي معنا اليوم قصة ديال السيدة عندها جوج ديال البنيات. حنا احتراما لهاد البنيات الصغيورين ما بغيناش نبينهم بنيات، يعني انا بغيتكم تركزوا على كلمة بنيات ماشي وليدات، بنيات. عندها جوج بنيات صغيورين، دري باقية صغيورة مسكينة، ها الاخرى حتى هي. خوتي المغاربة الا قلت لكم هاد السيدة دابا حاليا في كتعيش ما غتجيكم غريبة، غتستغربوا. هاد السيدة حاليا يعني دايرة مع الناس مزيان، كتنعس هنا. واحد السيد داير معاها مزيان كتنعس هنا، هنا في كتنعس هنا. تخيلوا معايا كتنعس هنا، راه كلمة كتنعس هنا راه كتنعس، ماشي كتنعس، كتبات عاسة على بنياتها، لأن عندها بنيات، عندها بنيات. تخيلوا معايا خوتي المغاربة عندها بنيات. حط راسك انت في المكان ديال هاد السيدة، عندها بنات ماشي ولاد، عندها بنات باقيين صغيورين. بنية باقا صغيرة هي 12 سنة، ودريات نقيين ماشي شي دريات، ودرية أخرى ها هي صغيرة مسكينة ملائكة ما عارفة والو، هي مريحة جلسة ديال البراءة. هذا هو المنزل ديالهم، والو هذا هو المنزل ديالهم خوتي المغاربة. غادي نسمعوا القصة ديال هاد السيدة هادي، لأنه غريب هاد الشيء في هاد الزمان اللي حنا 2023. هاد الشيء غريب 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 بزاف. غادي نسمعوا التفاصيل ونعرفوا اشنو اللي خلى هاد السيده هادي هي وهاد البنيات كيجلسوا في الزنقه ونص، ما غاديش نقول كينعسوا، حيت هاد كلمه كينعسوا هو بنادم كينعس وكيرتاح وكيحلم كاع. انا غادي نقول هاد السيده كتبات عاسه في الزنقه. حنا غادي نعرفوا الاسباب علاش. السلام عليكم. عليكم السلام خويا. جاتني غريبه اختي ملي قالوا لي اختي راك بنتي ليا بعدا كتبكي. ما الدموع ماشي القلب اللي تيبكي، ما الدموع صافي مابقاوش شي ناس. تواصلوا معنا الناس، تواصلوا معنا الناس، قال لك اودي راه واحد السيده كتنعس هي وبنيات في الزنقه. انا المره الاولى ما تيقتش، المره الاولى ما تيقتش صراحه. تواصلت معاك ياك، جيت كنتي واقيلا حاطه التليفون عند مول الحانوت. المهم انا تقلقت علاش، حيت جيت لهنا وبقيت كنصوني عاود مشيت، ولكن الالحاح عاوتاني تواصلتي معنا قلت لي اخويا وقع ليا قلت غادي نمشي نشوف هاد السيده واش بصح هادشي اللي كيقولوا لي او كذوب. فجيت لقيتك اختي، جيت لقيتك انا استغربت انك انت وبنيات ديجا درت واحد اللايف عاوتاني مباشر في نفرش انا وبنياتي في الزنقه. دابا انا هضري معايا على هذا الواقع ديالك انت، كيفاش وليتي انت والبنيات في الزنقه؟ ما عرفتش اخويا، ما بين ليل ونهار وليت في الزنقه، ما عرفتش وماشي ديالي وما عشاش، لان لا بنياتي وما عمري عشا. كنت كاري اخويا بربعه وتلاتين، ما عرفتش كيفاش جاو عندي البوليس قالوا لي جاك افراغ. انا ما تبلغت بتا شي افراغ، ما تبلغت بوالو، مني شفت السلطه احترمتها. خرجت رجعت لقيتهم بدلوا الكانو، ما خديتش لا حوايج ولادي لا حوايج اللي تلبس لا والو. بقيت مشيت للجرده ديال كازاني شور ما تشفيها 3 ايام. مشيت عاد سعاده تلقيت سولت، شو قال لي يا بنتي انا راه ما لا جا افراغ، تيجي عندنا حنا السلطه تتخرج العريفه تيخرج من القبل المحكمه. انا ما جاو عندي هادشي كامل، ما جاش عندي وما توصلش بوالو. المهم لا كان شي حاجه حسبي الله ونعم الوكيل. قال لي خرجي، كاينه بنت مولات الدار، بنت الحاج جات من برا قال لي راه باغا دير اجراءات، راه باعت الدار. احترمت السلطه، خرجت ما عرفتش كيفاش خرجت. صافي بقيت مجرد انا وبنياتي في الجرده في كازاني جور تما حداهم، نيت في الكوميساريه حدا المقاطعه،
كل مره فين من بلاصه لبلاصه. شحال انت في السوق هذا؟ جاي شي 10 ايام. 10 ايام انا اسف الجرده ديك كازانيشور نتشم ريحه السيليسيون، تلقيت واحد حدانا حدا راسنا، بقيت غير نغوت لواحد الكارديان تماك، هو اللي مسكين جات صافي شافو بقى غادي وشي تشخروه ومشى. يا فاش جيت عند الدري هذا مسكين الله يجازيه وطان، قال لي انت اختي واخا ما متيسعش المهم مدرقه من وكاينين كاميرات بعد ما حمايه بعد على الدراري الصغار مال هانيه. هاد البنيات شحال عندهم هاد البنيات؟ الكبيره عندها 11 عام، الصغيره عندها 5 سنين ابتدائي يلاه غتدخل، والكبيره السادس. تنقريهم عندي مهناشي، عندي حوايجي ماشي ما عندي موفره محالي مفرشه الحمد لله، ولكن هاد الواقع اللي وقعت ليه ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش، وما عنديش باش نستقر دابا. كان بوم قبل بان لايف وكاع ما الناس يتعاونوا وكاع ما نكري اصلا. شوف انا هو انا هي امهم انا هي باهم انا في كل شيء موفره لي الحمد لله، كل شيء مقرياهم السوايع الدريه ما عمرها سقطت عندها السادس مقرياهم الحمد لله. حتى الشيء نقيات غير هاد الفجاه هادي اللي ما عرفتش كيفاش ما عرفتش، وهادشي كامل ما لقاوني جنا وحماه رسم ما عنديش باش نكري باش نستقر عاوتاني. كي الله لا واش انت دابا بنت كازا هنا ولا فين؟ انا بنت كازا، الوالد مجوج، الوالدة شاهية مجوج الله يسهل عليها بلا ما نبقاو. يعني كل واحد عايش الحياة ديالو. الى لا اله الا الله محمد. دابا انت دابا انا صراحة جاتني غريبة، ثلاث عيالات في الزنقة، ثلاث عيالات في الزنقة ما كتدخلش الدماغ. انا ما دخلش ليا الدماغ ببناتي وما دخلش ليا الدماغ ملي كنت ندير راسي ما عادش الزنقة اخويا. لا حول ولا قوة. ما عادش الزنقة ولكن الحمد لله لك انا دام شي حال من عند الله. الحمد لله ما عرفنا ربي شنو مخبي ما عرفتش الحمد لله. دابا واحد الحاجة اللي ما مفهوماش حتى الناس ما فهموهاش، كيفاش غادي يخرجوا بدون اذن محكمه؟ انا ما شفت حتى شي ورقه ملي كان جاو عندي ما جابوش. الافراغ الافراغ كتكون اذن ديال المحكمه وجي جيو قال لي السلطه العموميه كتخرج ما خرجش ما خرجش هذا الشيء هذا، وما ملي جاو ما شفت حتى شي ورقه، وجاو غير هما والسيده بنت مولا الدار بنت الحاج قال لك خرجي. قلت لي خلينا نمشي نهضر معاها ونطلبها، قال لي ما تهضري معاها ما تهضر معاها، قال لي الا درتي شي حاجه غنهبطك ونهبطك بناتك الخيريه، الا درتي شي حاجه غنهبطك ونهبط بناتك الخيريه، قال لي هذا الشيء جاي نطبق ونهبط بناتك الخيريه. وانا نقطه الضعف هما بناتي، نفضل نموت ونعيش الزنقه وما نبعدش على بناتي. دابا كيفاش كديري انتوا البنيه دابا؟ والله اخويا ما قلت لك ما عمرني عشتها مكرفسه بزاف، ما لدرجه تولي صافي باغا نتاحى نكذب عليك اقسم بالله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خليك خليك اختي، لا حول، تنفسي بعدا شوية تنفسي شوية. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا ما عرفتش وحق الله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخليك بنيتي، لا ما تدوريش عندي بنيتي، لا ما تدوريش. لا ما تدوريش عندي. ما عرفتش النعاس ما تيجيني. لا خليك ما تدوريش عندي. تنقول لربما النعاس. عاود نقولها ما تدوريش. نلقى وحدة فيهم ما كايناش، ولا ما نعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنتم أخوتي المغاربة بنية صغيرة عباد الله، بنية صغيرة أنتم، بنية صغيرة. بنية صغيرة عباد الله، خمس سنين، خمس سنين كتنعس هي وأمها في الزنقة، في الزنقة أخوتي المغاربة كينعسوا في الزنقة، كينعسوا في الزنقة. وهاد البنية تا هي أنت 11 سنة دوري ليها بنتي، دوري ليها باش ما يبانش وجهك، أنت 11 سنة، يعني 11 سنة لا، دوري ليها بنتي، أنت 11، دوري ليها، لا ما تدوريش عندي يا بنتي، 11 سنة، خوتي المغاربة أنتم شوف، 11 سنة، خمس سنوات مع أم عباد الله كينعسوا في الزنقة،
ولقاو الخير في هذا الحارس هذا مسكين. داك تعرضت البارح لشي اعتداء من طرف شي شمكار ولا ما عرفت شنو هو. المهم تزرحتي في ركبتك ياك؟ شنو وقع لك؟ ما نط بقات هو ما دار لي حتى شي حاجه غير انا بديك كيخت حداك بنتي الله يرحمها. نط لقيتو جالس حد شميت ريحه الدوليو قفز لقيتو جالس يشوف فينا. بصراحة ما اد انا ما والو مني نط غوت ميت غادا على الدرير تم غادي هو سيجري. كيفاش تجرحتي رجلي؟ انا اللي طحت. باش ملي كنت غاد انا باش كنت غادا نجري تنعيط على واحد الدري تيقول لي شنو تجري تعيط على شي واحد وانا نطيح. لا حول ولا قوة الا بالله. دابا ما عرفتي غتبقاي انت والبنات في الزنقة؟ ما عرفتش المدرسة قربت. هذا هو قبيلة مشا تقول لي يا بنتي ماما بقات 20 يوم المدرسة قدام وهي عجوجة تقراي كاع ما عرفتش. لا حول ولا قوة الا بالله. ما عرفتش. لا حول ولا قوة عرفتي غير الله يحفظك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خوتي مغاربة كيطون حدا المدرسة ما عرفتش. واخا أختي غادي يكون خير إن شاء الله. إذا خوتي المغاربة انا ما عرفتش غادي نقول وحق الله. عطينا اختي الرقم ديالك بعدا انا مزوق في اختي الرقم باش يسمعوه حيت حنا درناه غير الناس باش يسمعوه. 07 22 58 93 50. عاودي اختي. 07 22 58 93 50. اذا خوتي المغاربه هاد السيده هادي اللي كنتكلموا على دابا حاليا راه نعسه في الزنقه. ناس في الزنقه هي جوج ديال البنيات فما عرفتش. تليفون عادي. تيلي راه شتو تليفون عادي شتو شتو. لان ما عرفتش واش الانسان غادي ينعس مرتاح الا كانوا ثلاثه العيال انه يتغطى الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذه الكلمه اللي غادي نقولوا. كنتمنوا انه الرساله تكون وصلت والا ما قدرتيش دير والو على الاقل بارطاجي القصه ديال هذه السيده هذه وهاد البنيات ديالها. لعل وعسى تكون انت او انت تكون سبب لهذ السيده هذه تعتق. راه عرفتي كاينه الدياب راه كاينه الدياب راه كاينه الدياب. هذيك البنيه الصغيره يطمعوا فيها 11 سنه يطمعوا فيها شي هذيك الصغيره مسكينه عندها 5 سنين يطمعوا فيها. كاينين المجرمين كاين الوحوش الادميه اللي ما كيخافوش الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي. خوتي المغاربه حنا حطينا الرقم ديال هذه السيده هذه سمعتوا من الفم ديالها حنا حطيناه على الفيديو. اكيد كاينين ولاد الناس كاين الناس فيهم الخير الحمد لله اللي بغى يتواصل مع السيده هذه يتواصل معها من اجل الخير ليس الا. فالناس اللي باغا تضحك وباغا تفلا وباغا تقصر وباغا دير هذه يحاولوا يتقوا الله وبلا ما يتواصلوا مع السيده هذه. اذا كنتمنى ان الرساله تكون وصلت وكما قلت بارطاجيو باش هذه السيده القصه ديالها توصل وتصوفها لانها كتبقى اخت ديالنا منا والينا كما كنقولوا. اذا ما قال الى ودعكم على امل لقاء بكم في فيديو مباشر اخر. الى اللقاء.